السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم طلاب. طلاب اليوم ان شاء الله محاضرة جديدة راح نحل بها صفحة 14 وصفحة 15 واحتمال 16 حسب الوقت. يونت 1 لسن 6 What do they look like؟ ماذا يبدون؟ يعني شنو شكلهم او صفاتهم؟ C Match the character words in the boxes with the people in the photographs. طلاب هنا يريد توصيل الشخصيات مع الصور الموجودة في الصناديق. زين استاذ وين الصور الموجودات؟ طبعا طلاب هنا للتمرين الصور موجودات بكتاب الملون، هاي الصفحة شفتوها طلاب وياي، هاي الصفحة موجودة هنا عندنا خمس صور، يريد كل صورة شنو اصلها. هنا السؤال عبارة عن توصيل بس يجيكم من امتحان بهاي الطريقة. نجي نحل. نمبر 1 الصورة الاولى حسب شفناها هارد ووركينج معناتها مجتهد او شاطر. نمبر 2 سبورتي رياضه. نمبر 3 ميوزيكال يعني موسيقي. نمبر 4 فريندلي ودود حباب. نمبر 5 ارتستيك واقعي او حقيقي. هنا لعدنا نكمل التمرين اللي بعده. 1 ريد ذا ديسكريبشنز اقرا الوصف. ان كومبليت ذا تيبل واكمل الجدول. My uncle عمي is very sporty عمي جدا رياضي ودود. He is tall هو طويل. And he has short dark hair ولديه شعر غامق قصير. He is wearing new jeans هو يرتدي بطلون جينز جديد. And a blue shirt وتيشيرت blue أزرق. My aunt عمتي is wearing black trousers عمتي ترتدي بنطال أسود. And a yellow scarf وحجاب أصفر. She has a nice smile and beautiful long hair هي لديها شعر طويل وجميل. I have two nieces أنا لدي اثنين بنات أخت. ديما has brown eyes ديما لديها عيون بنية. And brown hair وشعر بني. Sarah is 6 سارة عمرها 6 سنوات. And she has green eyes ولديها عيون خضراء. And light brown hair وشعر بني فاتح. طلاب حسنا هالشي يريد person شخص verbs الأفعال adjectives صفات nouns الأسماء. Uncle عمي اسم. is فعل و has و is wearing كلها افعال. tall طويل. short قصير. dark غامق. blue ازرق. noun hair شعر. shirt t-shirt. aunt عمتي is wearing ترتدي black اسود trousers بطلون. is wearing yellow اصفر scarf حجاب. has لديها nice جميل أو لطيف beautiful جميل long طويل. smile و hair شعر. niece بنت أختي has brown لون بني. green أخضر. light خفيف. brown هنا light جاي بمعنى فاتح. brown بني. eyes عيون and hair شعر. eyes عيون hair شعر. لا طبعا هذا التمرين ممنوع يجي بالامتحان، ماكو هيك صيغة بس هاي بالمدرسة لازم تحلو. Number 2 complete the description of Sally اكمل وصف سالي. Sally is a quiet short سالي هي نوعا ما قصيرة. She isn't tall هي ليست طويلة. She has brown hair لديها شعر بني. She has a pink jumper and black trousers لديها بطلون اسود. She has a pink bag لديها جنطة أو حقيبة وردية تو أيضا. Number 3 لاب. Number 3 Now write الآن اكتب a description وصف of أحمد وصف لأحمد. أحمد is quite tall أحمد نوعا ما طويل. He has straight black hair لديه شعر أسود سرح يعني طويل. And blue eyes وعيون زرقاء. He is wearing هو يرتدي grey trousers بطلون رمادي أو رصاصي. And yellow jacket وجاكيت أصفر. With blue shirt مع تيشيرت أزرق.
هي هاز سكيت بورد، لديه لوحة تزحلق. طبعا طلاب اي وصف تكتبون صح اقدر بعد اكتبه لهنا كلش كافي. نمبر 4 يو ار جوينج تو رايت، انت سوف تكتب ديسكريبشن وصف اوف سم وان، الى شخص ما انت تعرفه. طلاب اي واحد تقدرون تكتبون عنه وصف. هيت الطول مالته، ا بيت شورت نوعا ما قصير، هير شعر لونج طويل، كيرلي مجعد بلاك اسود، ايز العيون بلاك سوداء او اي لون براون بني، كلاذس ملابس يلو جينز بطرون اصفر، بلاك شيرت وتيشيرت اسود، اذر بلاك باج لديه حقيبه سوداء. نمبر 5 يوز يور نوتس تو رايت ا ديسكريبشن اوف ذا بيرسون يو نو، نفس الشيء ارجع اكتب وصف الشخص تعرفه. ساره از ا بيت شورت، ساره هي قصيره نوعا ما. She has long curly black hair، لديها شعر أسود مجعد طويل. And black eyes وعيون سوداء. She's wearing yellow jeans، ترتدي بطرون أصفر. And a black shirt و تيشيرت أسود. She has a black bag، لديها جنطة سوداء. طلاب طبعا تقدرون تعودون نفس الوصف ماكو أي مشكلة. نكمل طلاب. Listen 7 الدرس السابع. Good friends أصدقاء جيدين. Read the emails again، أقرأ الإيميلات مرة ثانية. هو Is good at maths، الجيد في الرياضيات. من هو؟ أحمد. Has brown eyes، لديه عيون بنية. من هي؟ سالي. Is friends with سالي، من هي صديقة سالي؟ دينا. Is good at English، الجيد بالإنجليزي. من هو؟ أحمد. Has short straight hair، لديه شعر سرح وقصير. من هو؟ أحمد. Talks a lot، يحكي هواية يتكلم كثيرا. أحمد. Plays volleyball، يلعب كرة الطائرة. أحمد. Is friends with يونس، صديق يونس. من هو؟ زيد. طلاب طبعا هذا السؤال ما يجيكم بالامتحان بس ما يخالف نحله. Number one read the sentences about سالي، اقرأ الجمل عن سالي. And أحمد وعن أحمد. And mark them true وأشر على true يعني صح false خطأ. سالي A. She likes art lessons، تحب دروس الرسم. الجواب true. She can paint really well أو well. She can paint really well، تستطيع أن ترسم جيدا. الجواب true. She is not very helpful، هي ليست متعاونة. الجواب false. She is good at maths، هي جيدة في الرياضيات. الجواب false. She is very tall، هي طويلة جدا. الجواب false، خطأ. She is got brown hair، لديها شعر بني. الجواب true. هاي منو هاي؟ سالي. هسا نروح على أحمد. He is good at maths and science، هو جيد في الرياضيات والعلوم. الجواب true. He can play volleyball well، يستطيع أن يلعب كرة الطائرة جيدا. الجواب true. His hair is brown and curly، شعره بني ومجعد. الجواب false. He's been at Zaid's school for 6 months، بقى مع زيد لستة أشهر. الجواب false. He's really good fun، هو مرح. الجواب true. He's a bit quiet، هو نوعا ما قصير. الجواب false أو هادئ، هنا جاية quite هادئ. Number 2 correct the false sentences، صحح الجمل الخطأ. سالي she is very helpful، هي جدا متعاونة. She is not very good at maths، هي ليست جيدة في الرياضيات. She is a bit short، هي نوعا ما قصيرة. أحمد his hair is straight and black، شعره سرح وأسود. He's been at Zaid's school، هو ما كان مع زيد last week، الأسبوع الماضي. He is talkative، هو ثرثار يحكي هواي. طلاب هنا polite language اللغة المؤدبة. طبعا هذا طلاب موضوع الوصف المؤدب أهم موضوع بالقواعد الاختيارات. أكو جمل نروح نحلها مباشرة. Complete the sentences، أكمل الجمل. In a more polite way، في طريقة مؤدبة. طلاب الجملة الأولى he's stupid، he's stupid. وكوب الجملة الثانية he's not، يعني أكو not. طلاب السويت نزلت جملة not he's not، لأن لقيت بالجملة الثانية
اكو نفي جبت من عندي كلمة very، هاجبها من عندي لان قلت نفي بالجملة الثانية. stupid شنو عكسها؟ clever. هناش مكتوب he is stupid هو غبي، هنا he is not very clever هو ليس ذكي جدا، هاي الحالة الاولى. الحالة الثانية مهمة he is lazy، وهنا اكو he is، اذا الجملتين مثبتات as if is. نزلت الجملة الثانية he is، او نزلت الجملة الاولى he is يعني he is، جبت من عندي طلاب كلمة a bit، هاي تجيبونها من عندكم، والصفة تنزل نفسها he is a bit lazy هو نوعا ما كسول. جملة الثالثة she can't sing هي لا تستطيع ان تغني، she is not. طلاب اكو بالجملة الاولى can't واكو بالجملة الثانية isn't، اذا سويت نزلت جملة isn't she isn't، جبت من عندي ثلاث كلمات very good at، هاي من جبتهن؟ من عندي الفعل اضفت له ing، اذا صار الحل she is not very good at singing هي ليست جيدة في الغناء. دي he can't paint وهي can't، طبعا الجملتين بيهن can't، هنا اكو can't واكو isn't. نزلت he can't، جبت من عندي الفعل نزلته he can't paint، نزلته مثل ما هو، جبت من عندي very well هو لا يستطيع الرسم بصورة جيدة. الاي she's bad at football هي سيئة في كرة القدم، she's not. طلاب ايش نزلت؟ نزلت she's not، بدال bad حذفتها جبت من عندي very good ونزلت at football، اذا هي ليست جيدة في كرة القدم. اف she's boring هنا طلاب اكو شي اكو is بis، اذا نزلت she's not، نزلت يعني she isn't much fun، غلبت الصفة البورينج غلبتها الى much fun هي ليست مريحة. g he's unfriendly اكو بالجملة الثانية ايضا he's، اذا ما كنا في، نزلت he's a bit، جبت من عندي كلمة a bit ونزلت unfriendly. واكو حل ثاني not very friendly، طلاب طبعا هذا موضوع الوصف المؤدب. نكمل number 4 والاخيرة read and take through the correct description يعني اشر على الوصف الصحيح. طلاب طبعا هذا موضوع مال الترتيب، مال ترتيب الصفات، طبعا الموضوع مهم، رأي شكل حجم الى اخره. هنا أنا my niece is بنت اختي هي friendly ودودة little صغيرة girl فتاة صغيرة. البي she has هي لديها beautiful curly black hair، لازم حافظين الجدول، شعرها شبي اسود curly جميل. السي she has an ugly قبيح little قصير old قديم dog كلب او صغير، هنا جاي little. الدي her bag is made from حقيبتها مصنوعة من سترونج مادة قوية بينك وردي فابريك نسيج، نسيج وردي شبي قوي. طلاب هنا نتوقف وإن شاء الله نتقيكم المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.